مدينة سياحية فيها جميع أنواع البشر، فيها التوريس على طول العام، ومرحبا بأي واحد في مدينة تصويرة. حنا كاينين في باب المكانة، هذا الباب معروف بالمكانة لأنها قديمة بزاف وتأسست من طرف المارشال اليوطي سنة 1914، يعني مكانة أثرية وهذا الباب معروف بها بزاف، وأي سائح ولا سائحة جاوا المغرب جاوا للصويرة كيعرفوا هذا الباب. Welcome to Saras. It is the rain and rain and rain. Good. حنا دابا كاينين في باب سقالة اللي هو معروف بالعرعار، بالصناعة التقليدية ديال مادة العرعار وبالمدافع ديالو. هاد السقالة تأسست من طرف سيدي محمد بن عبد الله سنة 1770 ميلادية، وهاد السقالة تأسست لحماية المدينة من الأطماع الأجنبيين، وفيها مدافع اللي هي جات من بزاف ديال الدول اللي منها وفي سنوات مختلفة، اللي منها سيفيا، بارسلون والبرتغال. وكانت الطريقة ديال الدفع ديال هاد المدافع اللي شراوها الناس ديال صويرة عن طريق التبادل بالذهب والفضة، وهاد المدافع كتوزن 3.5 طن، والمسافة الدفع ديالها هي 1200 متر. والسقالة من البلايص المشهورين في مدينة صويرة بحكم أنها تصوروا فيها بزاف ديال الأفلام، ومن هاد الأفلام هما أوتيلو اللي داروا أورسون ويلز، وكان هاد الفيلم حاز على السعفة الذهبية سنة 1952 بكان، وكذلك تصورت فيها الفيلم ديال مملكة الجنة.